وتنضم إلينا من غزة مراسلتنا نيفين سليم. نيفين، كما أفدتنا وصل الوفد المصري إلى قطاع غزة، ما هي الملفات الموجودة؟ وإن كان يعني بعض المصادر تحدثت عن اتفاقية لتبادل الأسرى سيتم مناقشتها اليوم على جدول الأعمال، هل هذا صحيح؟ هل هذا تأكد من مصادرك نيفين؟ نعم داليا، يعني في هذه اللحظات دخل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة. يعني حركة حماس لم تعلن بالتحديد ماهية النقاشات التي سوف تجري مع الوفد الأمني المصري، لكن حسب مصادر لنا من داخل حركة حماس أن غالبية النقاش سوف يدور عن التفاهمات الأخيرة، تفاهمات التهدئة التي تنصل الاحتلال الإسرائيلي منها. وحسب مصادرنا أن الوفد سيلتقي به أفراد من المستوى السياسي وأفراد من المستوى الأمني لحركة حماس، وقد يكون ضمن اللقاءات نائب رئيس الحركة الدكتور خليل الحية. لن يلتقي الوفد برئيس الحركة يحيى السنوار، سيدخل الوفد ضمن إجراءات وقائية. كل من سيقابل الوفد من المستويات السياسية أو الأمنية سيتعرض للحجر بعد انتهاء هذه اللقاءات. ستتمحور اللقاءات حول ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتفاهمات التي تنصل منها، وهي بناء منطقة صناعية على الحدود الشمالية لقطاع غزة، أن يكون هناك تجارة ترانزيت حسب ما تم الاتفاق عليه، أن يدخل عدد من العمال من قطاع غزة نحو إسرائيل بأعداد كبرى للعمل في الداخل المحتل، وأن يكون يعني التوسيع لمساحة الصيد، أن يكون هناك حركة حرة للأفراد والبضائع عبر المعابر في ظل التشديدات الإسرائيلية الجديدة على قطاع غزة وزيادة الحصار الإسرائيلي. اليوم هناك تعويل وكبير، هذا لقاء مهم للوفد الأمني المصري اليوم داخل قطاع غزة، خاصة أن توتر الأوضاع الأمنية وإعادة الهدوء إلى القطاع ووقف التصعيد الإسرائيلي وفك حلقات الحصار يعتمد على الزيارة اليوم. إذا نجح اليوم الوفد الأمني بهذه الزيارة فسوف يبدأ تنفيذ هذه التفاهمات، وإن لم ينجح تقول الفصائل إنها قد تتجه لتصعيد عسكري إسرائيلي، بتصعيد عسكري، على أن الفصائل سوف تتجه لزيادة الضغط على إسرائيل، وإسرائيل هددت بأنها سوف طب نيفين، هل هذا يبرر عسكري يعني على ذكرتي بما يخص صفقة ذكرتي لي عزيزتي أنه الوفد المصري سيلتقي بالمستويين، المستوى السياسي والمستوى الأمني، وطالما التقى المستوى الأمني نتصور أنه هناك على الأرض ما سيحدث، وبالتالي هل هذا يبرر ما تقولين؟ نعم، يعني كل ما يجري هنا من أوضاع سواء سياسية أو توترات أمنية على الحدود والتوترات بين الفصائل وإسرائيل، هي جميعها الأوضاع مترابطة ببعضها البعض، سواء بما يخص الموضوع التفاهمات أو بما يخص موضوع التوترات على الحدود، وبما يخص أيضا موضوع تبادل صفقة أسرى كما تحدثت قبل قليل. هناك الجيش الإسرائيلي وتحديدا على لسان بني جنس كان قد ربط أن أي تنفيذ من شروط هذه التفاهمات هو مرتبط بإعادة حركة حماس للجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، وربما هذا قد يفتح هذا النقاش حول صفقة تبادل أسرى جديدة، لكن حتى اللحظة لا يوجد معلومات من داخل حركة حماس هل سيتم هذا النقاش أو لا، لكن ربما تفتح يعني ضغوطات الجيش الإسرائيلي والضغوطات من قبل حركة حماس النقاش حول هذا الموضوع، ويمكن استغلاله للحديث عن صفقة تبادل. سنرى ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة وماذا سنبقى معك سينتج طبعاً في عن في هذا اللقاء كل بين الوفد الأمني المصري وبين شكراً حركة حماس. جزيلاً من غزة نيفين سليم. شكراً نيفين.